اكس ال زين. نعم، هنالك عصار قادم نحونا. تعال الى عندي. حاضر. اعصار اكس ال. ما بك يا زين؟ هناك اعصار قادم، لنلحق بكنزنا. هيا الحقني بسرعة. ألم تأتي بعد؟ أنا قادم. اترك لي. أمسك. انظر، علينا جمعه بسرعة. يوجد الكثير هنا. ماذا يفعلون؟ يا لهم من مجانين، يجمعون شرانقنا البالية. ما عسى تدفعهم؟ رائع، سنصبح أغنياء. نعم، لكن أين سنخبئها؟ لم أجد مكانا حتى الآن. ماذا حدث؟ مخبأ مناسب. قد يراها أحد. سنطورها. إنها فكرة رائعة. هيا هيا. لنحفظ العلامة جيدا. وهل ستخفى علي؟ أنت وأنا سنحفظ السر حتى نتعهد على ذلك. هلوم بنا. هيا بنا. انتظرني. هل أذيت نفسك؟ لا، جاءت سليمة. ماذا يجري هنا؟ الفئران؟ نحن نأسف على إزعاجك. لا أستطيع الصعود. حسناً، سأعطيك الحبل. تمسك جيداً. المكان هنا آمن. العاصفة قوية جدا، ستدمر الكثير. إنها كارثة. ليحتمي الجميع بمكان آمن، يخشى حصول سيل جارف. ما العمل؟ تعال نبحث عن مكان آمن. هيا هيا. ماذا سنفعل في العاصفة؟ قولوا إلى مسكنكم حالا، سيهطل المطر. حسنا يا أمي، أحب المطر. سيمبا، سيمبا، بول. Mm-hmm.
لو لم آتي به لما استطاع الوصول الآن. وماذا عن سيمبا وبيمبو؟ لا تقلقي عليهما، سيتدبران أمرهما. أرجو أن يحسن ذلك. قول يدخل. لك الفضل في إحضار بول. هذا جزء من مسؤوليتي. أنا بالخدمة دائما. شكرا لك. عدنا. ترى من هذا؟ عدنا. من ينادي؟ هذا أنا. أهلا بك، هل تريد مني شيئا؟ بلغت الجميع بأخذ الحذر من العاصفة. دعني وشأني. توجد مهمة أخرى، قد يكون هناك من يحتاجك. كيف سأذهب في هذا البرد الشديد؟ هيا بسرعة يا عدنا. أمري إلى الله. أرأيت؟ ولا كلمة. هل من أحد هنا؟ هل تريد أي خدمة؟ هل أنت جاهزة لاستقبال إصابات محتملة؟ نعم، وعندي ما يكفي من الأدوية أيضا. ابقي مستعدة. وهو كذلك. حفرة، انظر. قم أنا خليقة على سيمبا وبيمبو. هيا يا بيمبو. بيمبو نجم.
شكرا لك أيها التمساح. تعال إلي أمي. تيمبا لماذا تحقق؟ أين كنتما؟ لقد سعدت بتقديم المساعدة لهما. شكرا. ربما يوجد من هم بحاجة إلي. شكرا. وداعا. شكرا لك. مع السلامة. للمرة القادمة انتبها. هل أتيت تحتني بي؟ نعم. لقد اخترت المكان الأمين. لقد مر على رأسي الكثير من الأعاصير. حقا؟ نعم يا عزيزي، حتى إن أحدها كان أعنف من هذا الإعصار، واستطعت الصمود في وجهه بفضل جذوري العميقة. ولم المطر؟ الجميع بحاجة إلى المطر بما فيهم نحن، فهي تزود المخلوقات بالماء اللازم للحياة، لكن بعض الأحيان يحصل عدم توازن للطبيعة وتأتي الأعاصير. أرى الآن أن الريح قد خفت حدتها والغيوم بدأت تتناقص. هذا يعني أن العاصفة بدأت بالانحسار بعد أن جرفت في طريقها العديد من المخلوقات. بعضها فارق الحياة، والبعض الآخر ما زال يقاوم ويحاول النجاة. تعجلون حالا. أرجوك يا سيدي أبقني معك، لكن عليك أن تعطيني وجبة طعام. لقد غرق هناك الكثير، سأأتيك ببعضها بعد هدوء العاصفة. ماذا أيها الغبي، ألا تعرف أنني لا أكل إلا اللحم الطازج؟ لكن سأدعوك تبقى معي لتبقى مدينة لي. نعم يا سيدي. نعم شكرا. إياك أن تنسى يا خيردي. يخشى أن تدوم العاصفة أياما، لهذا عليكم بالاقتصاد في الطعام كي يكفينا لهذه الفترة المحتملة. لا يمكننا أن نبقى هنا دون أن نأكل. والحل؟ ماذا أفعل؟ ها تذكرت. سيمبا إلى أين؟ لا تخرج الآن، ستعرض نفسك للخطر. دعيني أصطاد. لن أدعك تخرج في هذا الجو العاصف. ولكن يجب أن نأكل. لا تخف يا بني، لقد ادخرت بعض الطعام. يبدو أنها هدأت قليلا. صحيح، لقد قل المطر. معك حق. مرحبا، عما تتحدثان؟ حديث عادي لا شيء. العاصفة قد جرفت كل شيء في طريقها، إنها كارثة كبيرة. سنستدل بها. لا لا، كنزي كنزي، علي جمع الكنز. يا كنزي. اصمت اصمت. كنزك؟ لقد توقف المطر. إنها نهاية العاصفة، الحمد لله. انظروا إلى الشمس. ما أحلاها. أمي. سأصطاد. بإمكانك أن تصطاد. سأذهب وأبحث عن طريدة. يا له من شبل مشاكس. ها هو الجو قد أصبح رائعا، تعالي نساعد المصابين. اكسل هيا بسرعة. ما زلت عندك؟ علينا الحذر حتى لا نلفت الانتباه إلينا. صحيح، لنركض. هيا
أعتقد أننا في مكان الكنز. أين العلامة؟ إنها هنا خلفك. سنصبح أغنياء. هيا أحمر. لا أعتقد أنني طمرتها بكل هذا العمق. لن تقول هذا. ما الذي تفعلانه هنا أيها الصديقان؟ ألا تسمعان؟ لا شيء لا شيء، إننا نتسلل فقط. وما هذه التسلية؟ اكس ال اكس ال. نعم نعم يكفي، سينكشف أمرنا. ماذا تريد يا ثن؟ يبدو أنكما تقومان بالحفر من أجل شيء هام. نحفر كما ترى لكي نستخرج الكنز الذي طمرناه هنا. اصمت. لا إنه مجرد مزاح. لقد أفسدت كل شيء يا غبي. أنا أسف. سيخبرهم جميعا بالتأكيد. هيا نسرع قبل أن يصلوا. أرني السرعة. هيا. أين هو؟ لا أرى الكنز. لقد طاع. هل تبحثون عن الشرانق؟ كنا نريد أن نحميها من المطر. مجرد خدمة فقط. لا حاجة لنا بها، على كل فقد جرفتها السيول. غير معقول. بل معقول. إلى اللقاء. يا لحظة. لقد ذهب الكنز. كنزي كنزي. حان الوقت أخيرا، سأمسك بك. لن تتمكن من ذلك. ليست لديك أي فرصة للنجاة. هيا تعال أنت إلي إن استطعت. أقول لك أخرج. وهل تعتقد أنني غبي إلى هذه الدرجة أيها المغرور؟ لا بأس، ابقى عندك، ولكنني سأصطادك في النهاية. أنا أقوى منه، فلماذا لا أصطاده؟ لا شك أننا نلنا جزاء ما فعلناه. أرجو من الله في المرة القادمة أن يرزقنا كنزا بطرق سليمة. من يشاهد مصيبة غيره يرضى. معك حق يا ثن. أوليش، رأيت حيوانات أخرى متضررة من العاصفة. أين هم؟ إنهم عند الوادي ويصعب إحضارهم إلى هنا. سنذهب إليهم بسرعة. إذن سأتفقد بقية المناطق. بيمبو، لو لم ينقذنا ذلك التمساح ماذا كنا سنفعل؟ أكيد سينقذنا تمساح آخر. لا، بل كنا سنتسابق في الصراخ. بابا بابا اجعل هذا إذن. بابا 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 بابا. مرحبا. لقد واجه الصغار الإعصار الأول في حياتهم كما رأيتم، وسيتعلمون كيف يدافعون عن أنفسهم ضد أخطار الغابة الأخرى. لكن لن ننسى أن الغابة أيضا تحمل الكثير من المفاجآت الجميلة. أجل، لابد أن نتابع ذلك.